عاطفي الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا اسمعوني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين B2، ويرمز له باللاتينية B2، وهو مفيد للمحافظة على توازن الجسم وبناء العضلات ونضارة الجلد. في المتجر الكبير يوجد فيتامين B2 في السمك، الجبن، الفول السوداني، البندورة والجزر، الرطب، الموز، والطراق. هل تعلمون؟ الرطب ثمرة مباركة وقد ذكرت في القرآن الكريم. ما رأيكم؟ سأتناول اليوم طعاما غنيا بفيتامين B2. انظروا، يوجد فيتامين B2 في السمك، الجبن، الفول السوداني، البندورة، الجزر، الرطب، الطراق، الموز. فيتامين B2 مفيد للحفاظ على توازن الجسم. فيتامين B2 يساعد على بناء العضلات. فيتامين B2 هو الأفضل لنضارة الجلد. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. نصيحتي نصيحة.